الآن أنا راح أشرح لكم تفصيل للمثال الخامس والسابع. بالنسبة للمثال الخامس هنا تشوفون أمامنا، أشرحها لكم. هو عبارة عن سقف، هذا السقف أبعاده 12×20 متر من بناية، ومتكون من تركيب مركب، يعني مركب منين؟ مكون أول طبقة ب 15 سنتيمتر لايم كوهو بلاستر، يعني هذا كأنه البياض، والطبقة الثانية هي طبقة السمنت، سمنت كونكريت اللي سمكها 10 سنتيمتر ومنطينا الكي مالتها. درجة حرارة الجو برا 42، ومعامل انتقال الحرارة برا وبالداخل 30/10. فيقول السطح من الأعلى، يمتص حرارة بكمية 750 واط لكل متر مربع، سولار راديانت انرجي، يعني حرارة مال طاقة شمسية من الشمس. وقال افرض درجة الحرارة اللي هي بالسبيس 260 كلفن، احسب درجة حرارة التوب. واذا ذبينا مي على السطح، ايش قد كمية المي بحيث تبقى درجة الحرارة الداخلية 18 ثابتة؟ فمعناه كأنه منطينا درجة حرارة الداخلية. انباع هنا هذا السؤال هو موضحه انه راسمه. فهنا لو تلاحظون هنا هو هاي الكونفكشن، هاي منطقة الكونفكشن، وهاي منطقة الكونفكشن الداخلي. هاي طبقة خلينا نقول الاسمنت، وهاي طبقة البياض اللي هي داخلية. زين، هنا تلاحظون سوينها على مقاومات. اول مرة هاي مقاومة الكونفكشن، كوندكشن كوندكشن كونفكشن، فاكو حرارة تروح منها تمر من خلال الطبقات مال الكوندكشن، وكو حرارة تنفقد من السطح. زين، وكو حرارة ايضا تنعكس مال الاشعاع اللي منعكسه من السطح. فاذا احنا راح نحسب كميات الحرارة. اول مرة عندنا بالكونفكشن، اذا فرضنا درجة حرارة السطح اللي هي المطلوبة نفرضها T1، فرضنا درجة حرارة السطح هي T1. زين، فراح نجي هنا نشوف، نطبق اول شيء نوجد نطبق Q على يعني على الجزء اللي هو convection الخارجي. فاذا Q over A يساوي H A دلتا D، ال H 30 T1 minus 42، فحصلنا هاي المعادلة الاولى. بعدين نطبق Q over A اللي هي على كل الطبقات، يعني من T1 إلى الـ 18، من T1 منها، من T1 يعني هاي T1 وهاي 18، نطبق هاي 18، نطبق عليها المقاومات. عندنا أول شيء مقاومة الكونفكشن هاي اللي هو 15 سنتيمتر، وبعدين عندنا مقاومة الكوندكشن الثانية اللي هي 10 سنتيمتر، وبعدين عندنا الكونفكشن الخارجي. فذولا كلهم ايضا عندنا الكيو شو يساوينا؟ دلتا تي على التي، ايضا تي 1 ماينس 18، اخذنا من تي 1 حصلنا اللي هو هذا، ولو ما بسطناه حصلنا 0.918 في تي 1 ماينس 18. وراها نجي اكو حراره انفقدت بالراديشن، فالحراره انفقدت بالراديشن كيو راديشن، شو يساوي ان احنا؟ يساوينا سيجما في تي 1 اس 4 ماينس تي 2 اس 4. فهاي طبقناها هنا، هاي هي السيجما، هاي تي 1 ضفناها لها 273، وهاي العفو هاي تي 1 ضفناها لها 273، وهاي هنا ال 260 اللي هي الوسطيه طبقنا عليها اللي هو منطيناها بالجلفن. فحسبنا ايضا بسطنا هاي، حسبنا هاي المعادله طلعت ب 30. هسه نجي نجمع ذوله، نجمع هذا اول واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. ذولا نجمعهم، ذولا كلهم شي يساوون؟ هاي الحرارة اللي انتقلت بالكونفكشن، والحرارة اللي مرت خلال هاي السطح إلى الكونفكشن، والحرارة اللي انعكست بالراديشن، هذولا كلهم جايين منين؟ جايين من 750 اللي هي، فلذلك 750 راح يساوي حرارة مال الكونفكشن، الحرارة ضمن الكوندكشن والكونفكشن الداخلي، والحرارة مال الراديشن. كلهم ذولا سوينا معادلة وجدنا، طبعا معادلة مو لينير مو خطية، يعني بها تي 1 اس 4، فهي لازم تصير معادلة، يعني نفتح هذا المقدار تصير معادلة شوية معقدة. فانحلت بتراير اند ايرور، وجدنا ان التي 1 هي 43.4
وجدنا ان التي 1 43.4. هذا هو المطلوب. المطلوب الثاني يقول لو رشينا مي على سطح هذا السطح، لو رشينا مي على هذا السطح ايش قد كمية المي؟ طبعا هنا هو منطقة بس هنا ذاكرها، قايل هاي هي لمدة، هاي هي لمدة. احنا كيو شو يساوي دائما؟ كيو يساوي ان ام في لمدة. اذا تتذكرون بالبداية والمذكرتكم اكو ذني بالفصل بي اكو عدة صيغ كتبت للحرارة كيو.